أريد أن أؤكد أولا بأن قضيتنا الوطنية هي قضية جميع المغاربة بقيادة صاحب الجلالة، كل المغاربة بدون استثناء، كل المغاربة بدون استثناء، شرقا وغربا شمالا وجنوبا، حتى اللي مشاو للمسيرة الله يرحمهم واللي باقي حي يطول عمره، ساهموا في القيادة الوطنية. لا يمكن لا يمكن أن يختزل القضية الوطنية في ذاته. قضية الوطنية قضيتنا جميعا ونحن مسؤولين عليها جميعا. وأي مواطن سولتي الآن يقول سير للصحراء باش تقاوم غدا ياخذ الطريق. لهذا نحن نتعامل بسواسية أمام القضية الوطنية. اللي قدم خدمات أكثر شكرا، ولكن قضايا الوطن ليست فيها لا مزايدات ولا توجد فيها كذلك من يريد أن تحتفظ بنفسه. أولا القرارات التي تؤخذ داخل المكتب السياسي هي قرارات جماعية. بما أن الأخ إبراهيم طرح قضية الجمانين، رغم أنه عندك حالة التنافي أو عندك حالة اضطراب المصالح لأنه اسم ديالك، سنرد عليك بوضوح. قضية الجمانين طرحت قبل سنة ونصف، كنت كعيط عليه المكتب السياسي لا يرد، وأنا استقبلت ابنته اللي هي عضوة المكتب السياسي 4 مرات وأبلغتها بالموضوع. قلت لها راه سيجي ونتذكروا لا يرد. خدينا القرار وجات السيدة الرئيسة رئيسة المجلس الوطني وأخرناه 6 أشهر وصفنا ميساج الله يجازك بخير راه هادشي خصنا نعالجو، نعالجو الموضوع لا يرد. خدينا قرار في الحزب بالنسبة للفريق البرلماني ورفض الالتزام به، التزموا به البرلمانيين كاملين، لما التزمنا به خدينا به قرار. حينما يؤخذ قرار من المكتب السياسي ويلتزم به الفريق البرلماني كل شيء خصو يديرو، ما كاينش واحد فوق شي واحد. وانا حد في هذا الموضوع تقول حيت يكون قرار حزبي كلشي نفدي فيه. درت الصراع حزبي قلت لك صلى الله، ها هو السيد ياس الله يطول عمره دار شهاده، قال وهبي تناقش معك تاعي حيت شي قرار حزبي يرضخ. ما عمرني خرجت على القرار الحزبي، كنتقد القياده، كنتقد المواقف، كنتقد، ولكن حيت شي قرار حزبي كنفد انا لو كنت رئيس فريق ضد مجموعه من القرارات السياسيه واخذتها. هل المساله الانتخابيه، النتائج الانتخابيه والقرار السياسي وكل شيء الى اخره، كان عندي راي اخر ورضخت القرار الحزبي واديت الثمن شخصي بالكلمات والاهانات اللي توجهت لي. خصنا نتعلموا اننا ننتقد ونتكلموا، ولكن حينما يكون القرار الحزبي يكون القرار الحزبي، ولن اتساهل مع من لم ينفذ القرار الحزبي. كن فضيا، يكون من يكون، يكون من يكون، لن اتنازع القرار الحزبي. نكون واضحين، السي الجماني يحتار مجموعه من الالتزامات اللي عندنا كحزب، مجموعه من الالتزامات ديالو تجاه الحزب. انا ما عمرني سعت له، ما قللت من الاحترام ديالو، ولكن انا كقرار حزبي اخويا الا ما بغيتيش تلتزم بقرار حزبي سير حزب اخر ما فيهش قرار. بما انه كان الحزب هذا عنده قرار خصك تلتزم به، سيدو هادشي كنطلبو. ما قلنا على الراجل سرق، ما قلنا على الراجل قتل، ما قلنا على الراجل شي حاجه، قلنا ليه ما التزمش بالقرار الحزبي وبلغناه وكلفناه وكلمناه نفذ القرار الحزبي. اخويا انا اول واحد غادي يحترمك. هذا الحزب هذا ما عمركم تسولوا شنو عطاكم، قبل ما تسولوا شنو عطاكم هذا الحزب سولوا شنو عطيتوه، اشنو درتوا له؟ خسر 7 المليار ولا 10 المليار شغلو؟ لا جات لي التزكيه ما قاليش غنخسر قدها، ولكننا كنناقشوا. نهار دار هو اللائحه، دار اللائحه ديالو هو اللي جاب الناس من برا ولا جاب برا؟ قال لك انا عندي مجموعه تاع الناس غيدعموني في العمليه الانتخابيه خصني نديرو في اللائحه، ما دخلناش ما قلنالوش. عاد دابا قلتوا له راه حنا جبناهم من برا هذاك شغلو. هو قال لك انا الدائره ديالي كانت عنيفه، كانت عنده مواجهه مع الاحزاب الاخرى قويه، قال لك اعطيني. بغيتي ندخل للتفاصيل؟ انا ما كنبغيش ندخل للتفاصيل، خليهم القرار الحزبي. ثانيا 31 عضو في المكتب السياسي، زعما هاد 31 معناها احترام للسي الجماني. هاد 31 اللي بالاجماع خرج القرار بعد ما قدمنا التقرير، هاد 31 فيهم شي خلل كلهم، زعما هاد الجماني عندنا ماشي حاجه حنا. وخليو الموضوع يكون بارد حسن، وإلا بغيتو نفتحوا الملفات انا ما عندي مشكل، فقط انا غير احترام للرجل وقفنا حدود معينه.